ايه بقى اللي حماك بيقوله ده؟ شركه اللي يشتريها، انا ما ببيعش، وبعدين ده مش وقته اصلا. امال ايه عايز بيتنا يتخرب يعني؟ الراجل جايب لنا حل لغايه عندنا. حل ايه اللي قاله؟ انه يشتري مننا الشركه؟ هو ده الحل؟ اه طبعا، هيوفر لنا سيوله لو قعدنا 20 سنه نعملها مش هنعرف. طب خد من اخوك يا سعد، حماك ما بيدورش على مصلحتنا. الله، انت هتجيب ورا ولا ايه؟ ولا عايزنا نشحت ونتحبس وبيتنا يتخرب ومش هنعرف نكمل ولا عماره من اللي لسه ما خلصوش؟ ده غير رقده ابوك اللي عايزه في سكتها فلوس قد كده. ولا هنفضل بقى نبيع في عربياتنا وشققنا لحد ما فلوسنا تخلص، وفي الاخر برضه هنبيع، بس ساعتها هنبيع بخساره. يا ابني والله واجيب يفكر في مصلحتنا، ده جايب حل مؤشر. ما حسن اخوك مش هيوافق يا عم. عنه موافق، اقسم بالله لو اعترض ولا قال كلمه ما هيفرق معايا لا اخويا ولا مش اخويا، هروح فيه في 60 دقيقه. طب ايه ده؟ ايه ده؟ احنا في مستشفى. اهم حاجه ابوك ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. يا عم انا مش هفتح بوقي بحاجه، بس عايز اعرف اساسنا من راسنا، بدل ما حسن عمال يرقصنا كده. دلوقتي تقدروا تتفضلوا، بس زي ما قلت لكم. ها؟ ما تقلقش يا دكتور. ما تقلقش يا دكتور. جرايه يا حاج، انت هتخوفنا عليك وتقعد تدل علينا بقى ولا ايه؟ شد حيلك كده عشان تقوم لنا بالسلامه يا حبيبي. الله يسلمكم يا اولاد، الله يسلمكم. امال حسن ما جاش معاكم ليه؟ جاي في السكه حبيبي، هيحصلنا ان شاء الله. وانتوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا. الحمد لله، زي الفل. الحمد لله. بس الاسم جه حقق في الحريقه واولاد حسن الله يرحمهم. الله يرحمهم. خصوصا بعد ما اتاكدوا ان الفلوس اللي كانت في البيت اتسرقت. اتسرقت ازاي؟ اتسرقت ازاي؟ يا سعد، اللي حصل يا بابا. ما تشغلش بالك انت حبيبي، ما تشغلش بالك بحاجه، ما تشغلش بالك حبيبي، كل حاجه كويسه. هو كان في حد غير حضرتك يا بابا يعرف ان البيت فيه فلوس؟ لا يا ابني. غريبه يعني، لنا ولا رزق ولا حتى غير الله يرحمك. سعد ايه؟ قلت ايه؟ لا يا حبيبي، انا غالي الله يرحمه. لا يا حبيبي، غالي مات. بابا سعد حبيبي، غالي مات. قولي كويس، غالي مات. غالي مات. دكتور يا بابا، خلي كويس. ايوه يا بابا، خلي كويس. ده اللي اتفقنا عليه يا جماعه، مش معقول كده. اتفضلوا بره، اتفضلوا بره. دي سي شك بسرعه بسرعه. بتقول ايه؟ في حسن، حسن، حسن.